نتأهل من المجموعة أو أول اللي فرحنا وقول نتأهل لكأس العالم. نتأهل لكأس العالم إن شاء الله، بس بيها صعوبة، بس ماكو شيء صعب على العراق. كتنش قادر على قيادة المنتخب الوطني إلى كأس العالم؟ يوصلنا حسب ما أنت تدربت معاه وتدربت مع الكثير من المدربين، وهنا ما قابل الجواب للدبلوماسي. باح هو مدرب جيد. والله أنا أطمح أن نوصل ويا كأس العالم. أنت منصف، أنت هواي أكو شيء ما تريد تحكي. مو أكو شيء، لأن أنت بعض زملائك حكوا غير اللي الآن جاي تتحدث فيه، يمكن تدري. أنا أدري كل شيء، أعرف كل شيء سامع، بس أنا أحكي اللي بداخلي، ما لي شغل. شنو اللي بداخلك؟ اللي بداخلي أن أقول أن نطمح أن نوصل ويا كأس العالم، يعني إن شاء الله نوصل. هذا الطموح لكل العراقيين، بس عند المؤهلات، عنده أدوات مو مؤهلات. الأدوات أيه. يعني اللاعبين جيدين. اللاعبين جيد. هذا جيل أفضل من الأجيال السابقة للمنتخب، ولا كيف تتوفر الأدوات ذا الجيل؟ اليوم الوحيد اللي أنا مستضيفك هواي اليوم الوحيد تصفني، يلا تجاوبني. مو الأسئلة مالتك كلش محرجة. ماكو حراج. لا محرجة، وأنا أدقق، يلا أنطني الجواب. جيد. فالأجيال اللي إجت، كل الأجيال اللي إجت كلها هي مدافع عن اسم طبعاً ألوان العلم العراقي. العراقية زين. فكل الأجيال اللي إجت كلها ممتازة. وما أقول لك إن هذا الجيل أحسن من هذا الجيل، كل الأجيال متساوية. حلو. شلون تشوف المنافسة بينك وبين علي عدنان داخل المنتخب؟ إلها طعم خاص لو طبيعي كأي لاعبين؟ لا طبيعي، يعني أنا ما عندي منافسة. العفو. كل مدرب يعطي ما يستحق اللاعب، يعني أنا ما لعب من المدرب، فعادي ما عندي مشكلة. ما عندك أي مشكلة؟ لا ما عندي مشكلة، لأن هذا مدرب، يعني أنت ما تجي تقول له لا ليش ما تلعبني وليش ما. هو إذا شاف إن أنا أستحق خلاص. هذا الحماس بيوم أنا أخذ المكان، اليوم أتمرن أفضل أكيد، لخلق جو تنافس. أكيد مع احتراماتي لأخوي على عدنان وصديقي، بس أي لاعب أي لاعب منافسة شريفة موجودة.